إكسبو للمعارض التراثية يضم نخبة من المبدعين الكويتيين المميزين، منهم أصحاب المتاحف الخاصة والباحثون في التراث واللهجة الكويتية. كل الشكر للدعوة الكريمة من منظمين إكسبو 965. أنا حريص دائما أي أشوف ما عند الأخوان من مقتنيات جديدة. هؤلاء شباب كويتيين يحاولون من خلال بذل أموالهم الخاصة ووقتهم الخاص وجهدهم الخاص في اختناء كل ما هو يرمز للتراث الإسلامي والعربي الكويتي. فكل الشكر للقائمين على هذا المجهود. احنا الحين الان مشاركين اعضاء فريق اكسبو ما شاء الله فوق ال 100 واحد، والمشاركين في هذا المعرض من اعضاء فريق اكسبو هم 70 شخص. وطبعا كل يوم في مثل ما قلنا تكريم وايضا برنامج راح نمشي عليه. فتره صباحيه راح يكون عندنا المدارس موجودين ابناء من المدارس، وفي طبعا ورش عمل هنا عندنا مقامه من اخواننا الحرفيين، وايضا محاضرات من الاشخاص اللي مهتمين الباحثين في التراث. تشكيله كبيره من ادوات صيد الطيور والالعاب الكويتيه القديمه والعملات والانتيك والوثائق الكويتيه الخاصه لحكام الكويت والاسره الحاكمه. مشارك اليوم في معرض اكسبو 965 لأصحاب المتاحف الخاصة والحرفيين، وهذا صراحة أكبر تجمع تطوعي في دولة الكويت والخليج العربي، يضم مجموعتين يعني من الناس المهتمين بالتراث، الهواة أصحاب المتاحف الخاصة والحرفيين والأصحاب يعني الهوايات أو الأعمال المرتبطة في تاريخ الكويت القديم. طبعا مشاركة اليوم أنا اللي هي بالنسبة حق الماضي، ماضينا إحنا وإحنا صغار نتذكر فيه وبنذكر عيالنا وبنذكر الجيل اللي ما لحق عليه، حاطين الشغلات يعني من الخمسينيات والأربعينيات والستينيات هم حطيناهم ويانا يعني وتسلسل لغاية السبعينيات. أول إصدار عندي وجواز بخيشة بالأربعينيات من القرن الماضي تقريبا 49، وسموه بخيشة لأن ملمسه خيشة تقريبا. ثاني جواز عندي بالخمسينيات من القرن الماضي والستينيات وبعلمين، يكون بعلمين. أنا حبيت هالشيء هذا من يوم ما كنت صغير، وأبوي والوالد شجعني وعمي محمد ما قصر وياي، فحبيت إني أنضم حق فريق إكسبو 965 عشان أقدم اللي عندي وأخلي الناس يستفيدون من هذا الشيء النموذج. تجمع لهواة جمع القطع الأثرية بمختلف الأعمار وسط مقتنيات البيت الكويتي القديم والمقتنيات الخاصة بالتراث البحري والبادية، بالإضافة للنياشين والأوسمة والباجات الكويتية والمسابيح والأحجار الكريمة، وهواة جمع القطع التي تخص الفن الإسلامي من مصاحف قديمة مذهبة ومخطوطات. عاش المديني، تلفزيون دولة الكويت.